مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير فطاير بالجبنه بهيدا الشكل الحلو والرائع. فطاير كتير طيبين وبتمنى ينالوا اعجابكم. بدنا نبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي عنا كوب حليب فاتر، بحط ملعتين طعم سكر، كمان ملعقة طعم خميرة، بتركن لتتفاعل الخميرة حوالي 5 دقايق. بس تفاعلت الخميرة بهيدا الشكل، هلأ بحط 3 معالق طعم لبن، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، كمان نص كوب زيت نباتي. خلطهم شوي مع بعض. هلأ بدنا نحط طحين، بحط 3 أكواب ونص طحين، كوب، 2، 3 ونص، بعجنهم مع بعض. انتهينا من عجن العجينة، هلأ بدي احطها بجاط. بعد ما حطيت العجينة بالجاط هلأ بغطيها. طب مكان دافي 45 دقيقة لتتضاعف العجينة. هيدي العجينة بعد ما ارتاحت 45 دقيقة صارت بهيدا الشكل، تضاعف حجمها. عنا هون جبنة مازوريلا وعندي هون جبنة نابلسية. بدنا نكفي طريقة الفطاير انا وياكم. رح حط انا من نوعين الجبنة بنفس العجينة، انتو بتحطوا اذا بدكم نوع واحد او نوعين حسب ما بتحبوا، ما في اي مشكلة. بحط الجبنة بهيدا الشكل وبسكرها منيح، شايفين كيف بهيدي الطريقة. بس سكرناها منيح برجع برقة بعملها بهيدا الشكل، شي بسيط بتعطي شكل كتير حلو. هلا بحطها على ورقة الزبدة،
اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 250 من الاعلى والاسفل. نعمل واحدة تانية كمان. انتو فيكن تعملوا الحجم اللي بدكن اياه، ممكن تعملوها كبيرة فطيرة كبيرة، ممكن تعملوها فطاير صغيرة، نفس الشي برق العجينة. طريقتها كتير سهلة وسريعة وعن جد عجينة بنصحكم تعملوها كتير كتير طيبة. هيدي كبرتها شوي عن هيديكي. هلا بحط جبنة. كمان من هيدي. هيدي الجبنة النابلسية مالحة شوي، بتعطي نكهة كتير طيبة بالفطاير. نفس الشي بسكرها منيح منيح. فيكن تعملوها كمان بأي جبنة متوفرة عندكن، ما في أي مشكلة أبدا. بس رقيتها بهيدا الشكل، هلا نفس الشي بعملها بهيدي الطريقة. كمان بحطها على ورقة الزبدة. رح اعمل الباقيين وبرجع بكفي انا وياكن. هلا قبل ما ادخلهم على الفرن برش رشة سمسم خفيفة على الوجه بهيدا الشكل. والعجينة ما بدهنا شي ابدا عشان مشبع منيح بالزيت. هلا بحطهم بالفرن. هول الفطاير اللي عملتهم انا وياكم اخذوا بالفرن 10 دقايق، هيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.